سالم أخوي. الكتب مشريت حتى كتاب مشريت حتى كتاب بصراحة غالي برشا بلي بالفان بورسون غالي برشا بصراحة. أنت شكون تناوي تشري؟ أنا مشريت فان بورسون كله عجبني العقد الفريد ما عنديش منه في الدار معناها خاطر قاري ونحب الروعة بخمسة ستين ألف برشا بصراحة معناها رغم التخفيض 20% برشا باهي 65 ألف مش ناحية 13 ألف باهي بالنسبة نسيها كيفي أنا معناها عايش صورني ناخذ في شهرين أنا نسيها نخدم حر ولا ناخذ في شهرين ما نجمش معناها باش نحط معناها باش نحط 200 ولا 250 ألف معناها باش كتب ما يجيش كتاب ب 17500 رواية ما فيهاش أي رواية نرمن مورا ب 6000 فرنك ولا ب 7000 حصل على ليفر دو بوش كانوا ولكن الكتب التبع الشعبية كان الواحد هو معرض نورمال مو باش الناس تتفرج وعباد راهي تحب تشري وهم بيدهم يحبوا يبيعوا هم بيدهم اكيد مغلوبين هذيك على عباد اذا ما عندها كذبة يقول لك الناس ما تحبش تشري يحبوا يشري والله صدقني يحبوا يشري وانا واحد من الناس عندي ولدي صغير نحب معناها نخلي له مكتب هذاك اش نحب نخلي له لا تستحق على مرض الله انت شنو ما اهم الكتب اللي اجلبوا انتباهك؟ والله انا شفتك لا انا نغزل لك من بكري تقلب في المؤلفات نتاع راجل الغنوشي حبيت نشوف المؤلفات نتاع راجل الغنوشي شنو ما هما بس مفاجعوني وكذا اي اهم كتاب انت حسب رايك مهم وممكن يجاوب على برشا تساؤلات فما الحريات العامه تراه وريهولي الحريات العامه في الاسلام هذا مكتوب وقتاش الكتاب هذا؟ تصدر باي ممكن في الثمانينات ولا بعد الثمانينات اخر الثمانينات ممكن اما زاد السمو غالي السمو غالي 18000 فما المرأة بين الخريان وواقع المسلمين الخلاصة نتاعو انا قريتها توا الخلاصة نتاعو مهمة انا عجبتني الحقيقة تنجم تبين راي برشا حوايج قرانا منها شوية هذه الخلاصة نتاع الكتاب إنه ليس في الإسلام ما يبرر إقصاء نصف المجتمع الإسلامي عن دائرة المشاركة والفعل في الشؤون العامة بل إن ذلك من المظالم من الظلم الإسلام ولأمته قبل أن يكون ظلما للمرأة ذاته يكفي يعني نفهم رأي من أراء غنوشي عنده كل شيء مؤلفات عنده القدر عند ابن تيمية عنده الحركة الإسلامية ومسألة التغيير عبد الحركة الإسلامية في تونس من تجربة الحركة الإسلامية في تونس ووزير الخارجية تقريبا القادم عنده كتاب تفكيك العلمانية في الدين والديمقراطية دكتور رفيق عبد السلام الوسطية عند يوسف القرضاوي يرد فيه ما برشا شبهات أنا قريت الكتاب هذايا لكن ناقصة مش المجموعة كاملة مش مجموعة كاملة لكن عندنا ديما الإشكالية في الغلاء بتاع الكتب أنا تفاجأت ارتفاع صاروخي والحمد لله الواحد وصل لي كون مكتبة لكن ديما لكن ديما الاستزادة اللي غالب ديما الورقة عنده السحر متاعه هذي ظهر لي زاد هذي من الزوكوباسيون متاع الحكومة الجاية يا اخوي وزير الثقافة الجديد ان شاء الله دعمونا الكتاب اي وزير الثقافة الجديد مما هام واخوي الكتاب ان شاء الله دعمونا الكتاب معانا مواطن شو اسمك؟ محمد هلالي محمد هلالي نلقاوك في المكتبة شنو هو الكتاب هذا هو اللغة الإسبانية؟ هي اللغة الإسبانية مهتم باللغات؟ أنا عامل أستاذية في الإنجليزية ونحب برشا اللغات شكون ما على اهتمامك في الكتب شنو هو؟ أي حاجة معناها تقرأ كل شيء؟ كل شيء أكثر شيء تقرأه؟ والله نحب برشا اللغات وملاحظة حول المعرض أنت تاول اللي ريت والله فيه كل شيء بريسك معناها الصغار والكبار فيه والأسعار الأسعار والله ما ركزتش برشا ما فهم الكتب كبار باين اسمه محاسب رايك شعر خاصة باين باين برشا احنا في القروين تحس انه نقصتنا معرض اكبر من هكا اكيد يشارك فيه دور النشر انا تو نعرف مثلا ثمة معرض هذايا فما معرض في مصنع تبع هذوما معناها الموجودين في القروين معرض في العام معرض في العام وفيهوش دور النشر تشارك به يعني نتصور انا مهم ان دار النشر هي بيدها اكيد باش تعرف اكثر باش تعرف اكثر حتى الاسعار تطيح اكثر وتولي عناوين اكثر مرسي معنا صابر المسؤول على المعرض
الفرق بين معرضكم عمنا والوسطاء انه فما برشا عناوين جديده وعناوين محظوره موجوده، مثل ماذا كان سامي؟ اكيد اكيد ثم فرق ما بين معرض عمنا والمعرض السنة. معرض السنة بعد 14 جانفي في معناها الثوره المباركه هي اللي فتحت الابواب من الناس كله باش المواطن التونسي يتمتع بالكتاب اللي كان ممنوع طيل 23 سنه. بعد 14 جانفي في جات الكتب قلش من عنوان تقريبا عندكم عندنا تقريبا 5000 عنوان. شنو هو الغلاء هذا في الكتب؟ باولو كويلو ب 17000 روايه. اي رغم هذا كل معناه الكتاب هو يتباع لبرا ب 17000 احنا نعمل فيه تخفيض 20%. باللي معناه 13000 هي تطلع 13000. عم نول 10000. عم نول ريتهم باولو كويلو ب 10000. علاش؟ باش تفسر وكاو فسر لنا. بالنسبه للكتاب كيفاش غلا ومعناها نوعيه الطبع اختلفت. فهمتني؟ واحنا طبعا في تونس احنا ما عندناش معناها نجيبوا من برا. فهمتني؟ الكتب كانت ممنوع يدخلوا كيف الكتب اللي يحبوها هما معناها. فهمتني؟ تو ولد الكتب اللي ما يحبوهاش هما ولد موجوده. هذيك الحكايه الكل معناها. قبل كانت فما معادله، كان فما كتاب طبع ممتازه يتباع بسوق، وكانت فما طبع الشعبيه. لماذا انقرضت هذه العاده هذه؟ العاده هذيك كانت الكتب اللي تجي، كانت الكتب اللي تجي لتونس كتب معناها محسوبه ومعروفه. اما تو ولات الكتب الممنوعه، فهمني، والمواطن التونسي ما دام قبل على الممنوع ودور نشرات المواطن التونسي معناها قبل على الممنوع، اكيد هي باش تحاول ترفع السوم للمواطن التونسي بماكسيموم بوسيبل، على خاطر احنا ما عندناش دور نشر تونسيه معناها باش تطبع الدينيات ولا تطبع السياسه ولا المواطن التونسي يقرا ولا ما يقراش. اكيد المواطن التونسي معروف، المواطن التونسي طالع حسب حركه البيع. اكيد اكيد احنا نقرروا بحسب حركه البيع. المواطن التونسي يقرا ومعناه ما يهموش في البري الموجود، يقبل على الكتاب مهما كان. وشنو اللي يقراه اكثر حسب رايك انت؟ والله علاش يقبل سيرتو؟ المواطن التونسي يقبل اكثر حاجه على الكتب الدينيه. الكتب الدينيه وكتب الاطفال. هذوما اللي يقبل عليه المواطن التونسي اكثر حاجه. طبعا الكتب السياسيه اللي كانت معناها ممنوعه قبل اصبحت موجوده معناها. نقول لك كما نذكر لك عنوان حكيمة قرطاج ولا صديقنا بن علي اللي كان ممنوع قبل ولا موجود، هذاك ما نجموش نحكم على المواطن التونسي انه هو اقتنى الكتاب هذاك خصيصا هو قبل على الكتب السياسيه، لا. المواطن التونسي قبل على الكتاب هذاك خاطر كان محروم منه. الكتاب خرج 2009 دخل لتونس 2011 معناها فرق. فهمني؟ اما الكتب اللي يقبل على المواطن التونسي هي كتب دينيه. هذا هو معرض اخر نتاع الكتب، كنا في معرض نتاع الكتب الجديده، هو معرض كتب هذوما ظهر اسوامهم في المتناول. انت شريت؟ شكرا. انا شريت روايات هما. شنو؟ ثلاثة روايات. ايواش. الأم. الأم تاع شكون هذي؟ ما نعرفش اللي كاتب بالضبط شكون. هو حل من. حل من. الرواية الإنسانية المؤثرة التي نالت جائزة نوبل. ايواش. بيل باك. وهذا؟ مؤلف رواية الأرض الطيب. باهي يا سلام. قداش شريتهم أنت هذا كتب؟ بربع ب 1200. ب 1200 كل شحم يا دجاج. تراش ورينا اش عندك يا اخو. هاي مجموعه من المجلات الاخبار. هذا عنده كتاب نتاع بورقيبه. هذا كتاب بورقيبه. ماذا وراء المؤامره؟ هو اللي كتبه. هاي الحبيب بورقيب. فما واحد اخر. هذا مش ناخذه انا. فما واحد اخر زاد هو شعب موحد. بورقيبة زادة؟ عندي زادة كتب أخرين تعود نجيبهم. عندك برشا كتب؟ منين تلقاها السلعة هذيا؟ مجلة الثقافة. ما هو كي تجيني شي خدمة ولا حاجة مش نطيح في دار ولا حاجة أنا مولاهم نشاور عليهم وخلي هذا. يعطيك الصحة عندي تخدم رماجة. ومغروم بالثقافة. مغروم. ولا ببيعان الثقافة. زادة سكريت مكتوب بعد من العربي مكتوب عليهم وكل شيء. والله يعطيك الصحة هذوما مجلات قديمة. قال لك هذيا مجلة ثريا. هذا سمحت مفتي القدس الاكبر امين الحسيني. حسيني شوف شنو موجود فيها. العرب متاهبون في فلسطين، الحياه الادبيه بفلسطين، وطرق الكتابه ونوعيه يعني الكتابه. نظموا جمع شيخ هذا شيخ الاسلام شكون؟ ترى اعطيني اثر الموسيقى والغناء في النفس. ترى اقرا لي انا راني بلاش مرايات تو. خلاصة الحسنات هذا جزء شامل لمادة برنامج السنوات الأولى والثانية والثالثة من المرتبة الأخيرة من تعليم الجامعة الأعظم دام عمرته الأستاذ محمد السنوسي، تأليف الأستاذ محمد السنوسي، نظر التعليم بالمدرسة الصدقية ومدرسة الحسابات بالجامعة الأعظم وفما الفكرة ومعهد ابن خلدون. الأعداد نتاع الفكرة. هاي. ترى هيك عدد بالأعداد نتاع مزالي.
اي واحد هذاك اقرانا المحتوى. المحتوى الشباب والالتزام محمد مزالي، من مفاهيمنا الثوريه الدكتور عبد المجيد رزقال، خواطر في التربيه ونزاعات الشباب الحبيب الشاوش، مع الادباء وانتاجهم محمد الهادي العامري، تكوين الجموع في الموسيقى العربيه منو بسني السويس. قال الشاعر شكون؟ الشاعر فما بن زرت عبد المجيد بن جدو، من وحي بن زرت محمد مزود، الاسود الاحمر جعفر ماجد، حوله حسين صفق، والقصه دادا فاطمه محمد رشيد الحمزاوي، ظلم الببغاء الحبيب ابراهيم، قصتين سحريتين تعريب محمد تعريب محسن بن نجد. أو برقيبة زاد البيان الأسبوعي للرئيس عبد برقيبة. مبدأنا عدم التبعية في كل الميادين، ظهر لي توا فما شوية تبعية هكا ولا هذه مجلة زواج ابنة الرئيس الأمريكي جونس، مجلة الأخبار فلا دار لقيت هذه دار شكون؟ صح مش دار دار هذه في حمد الجامع هذه؟ في القرقبية هذه دار بتاع واحد مثقف برشا ويتبع في الحركة الأدبية هذه، مجلة الإذاعة قبل ما تحدث في التلفزة ظهرت. إيه التراث هذه كنز كامل هذه. أيوا مش نسكر الكاميرا وظهر لي برويتك الكل مش نشريها.